الذين قتلوا الحسين لم ينتهوا بعد. أكو مؤامرة، لكنه حجم المؤامرة ما كان واضح عندي أن يصل إلى حد ينسحب كل الجنود من السنة والكرد في آن واحد. هذه ليست مشروعة ولن نسمح بها، وبيننا وبينهم بحر من الدم. اتهم بالفساد وبالضلوع بتنفيذ عمليات إرهابية والتشجيع على العمليات الانتحارية. ارتبط اسمه بسفك الدماء، وخلال إدارته للعراق عزز الشقاق الطائفي وأهدر المليارات من أموال الدولة. هذا ما لم تكن تتخيله أسرته ذات المكانة المرموقة في قبيلة بني مالك العربية حين ولد في يونيو حزيران 1950، خصوصا أن الأسرة لم تكن تعرف بتوجه سياسي معين، إلا أن ابنهم كان لديه خطط أخرى. اختار منذ شبابه الظهور بشكل ناشط شيعي معاصر، مرتديا بدلة رسمية ومتخليا عن العمامة والثوب الشيعيين. درس أصول الدين واللغة العربية وعمل في وزارة التربية والتعليم، إلا أن النزعة المعارضة بداخله كانت أكبر من أن يتجاهلها، فبحث عن أبرز الأحزاب الشيعية في وقتها ليبدأ رحلة سياسية عنوانها الأبرز الاتهامات والسقطات والقيادة المشكوك بها. إنه الوجه الشيعي المتهم في تقويض استقرار العراق، نوري كامل محمد حسن المالكي. من المنفى إرهاب ودماء. دخل المالكي عالم السياسة وهو ابن العشرين عبر حزب الدعوة الإسلامية، الذي قاد حملة مسلحة ضد الحكومة العراقية والحزب الحاكم، وكانت النتيجة سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء. وجد المالكي وحزبه حينها ضالتهما في طهران، فبعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران شكل حزب الدعوة علاقات مع قياداتها وعلى رأسهم روح الله الخميني. وفي هذه الأثناء حضر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين نشاط الحزب في العراق، وأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام بمن فيهم المالكي. فر المالكي إلى سوريا ثم إيران ثم عاد مستقرا في الشام. قد تعتقد أن فترة غيابه عن الساحة العراقية كانت خالية من المشاكل، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، إذ تورط المالكي بملفات شديدة الخطورة لا تزال آثارها تطارده حتى الآن. قاد حزبه عمليات داخل العراق إبان الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، وأنشأ معسكر الصدر في الأهواز بإيران الذي كان نواة لعمل عسكري بهدف إسقاط صدام حسين. فتورط الحزب والمالكي بسلسلة واسعة من التفجيرات في أوساط المدنيين، منها تفجير سينما النصر وسط بغداد وإصابة عشرات القتلى، وتفجيرا وزارة التخطيط العراقية ومبنى الإذاعة والإعلام في بغداد. كما استهدف حزب الدعوة منشآت كويتية وأجنبية، ومن أشهر الحوادث تفجير السفارة العراقية في العاصمة اللبنانية بيروت بسيارة مفخخة، أوقع أكثر من 60 قتيلا بينهم السفير العراقي وموظفة السفارة بلقيس الراوي زوجة الشاعر السوري نزار قباني، التي ما زال شبحها يطارد المالكي حتى الآن، حيث فتحت عائلتها الملف مرة أخرى بعدما يزيد عن 3 عقود، وقامت برفع دعوى قضائية ضد المالكي شخصيا بعد ظهور معلومات تثبت تورطه المباشر في التفجير. فوضى الثمانينات كانت مجرد البداية للمالكي، فما قام به من خارج السلطة عادله جرائم أخرى وهو على رأسها. فساد من على كرسي الحكم. بعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط النظام الحاكم، رجع المالكي إلى بغداد بعد هجرة دامت 25 عاما، وسعى بقوة للوصول إلى موقع القيادة في العراق الجديد، فانتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة. استهل ولايته بالتلاعب بالقانون كمؤشر على شكل الحكم في عهده،
فوقع مباشرة على حكم إعدام صدام حسين، رغم اعتراض مجلس القضاء العراقي الأعلى لعدم قانونية ودستورية الإجراء. لم يكتف المالكي بالحكم، بل حرص على تنفيذه بسرعة. ولكن ماذا قال للإعلام؟ اجوني قبل صدور الحكم بليلة واحدة، اجوني القضاة مال المحكمة الخاصة في هذا المكتب، قعدوا وياي تكلموا كثير إلى أن رادوا يقومون. قالوا لي ما سألتنا شنو حكمه اللي راح يصدر بكرة. قلت لهم بكرة يصدر ونسمع حالنا حال الناس. كان الوضع الأمني في بداية ولاية المالكي سيئا جدا، حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي، فأطلق خطة لفرض القانون، وكان من بين بنودها عملية صولة الفرسان التي شنها ضد ميليشيا جيش المهدي في عدة محافظات. تميز حكم المالكي بظلم واضح وسريع تجاه الأكراد وأهل السنة في العراق، فلم يكن يسمح للكثير من السنة بالمشاركة في العملية السياسية إذا لم تتفق توجهاتهم مع الرؤية الأقرب لإيران. تمكن المالكي من الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة، قد يبدو ذلك كفرصة أخرى لبدء صفحة جديدة وتوحيد الصف العراقي، إلا أن حكمه استمر بكونه لعنة على العراق الذي تحول إلى بؤرة فساد، حتى أن منظمة الشفافية العالمية أعلنت أن العراق يحتل المرتبة الثالثة في الفساد بين دول العالم. وبشكل شخصي تورط المالكي في قضية رشاوى كبرى ربطته وابنه وصهره مع شركة تعاقدات عسكرية مشبوهة. خلال فترتي حكم وصل دخل العراق أكثر من تريليون دولار على هيئة إيرادات نفطية ومساعدات ومنح، أهدرها المالكي بالكامل دون تحقيق إصلاحات ملحوظة أو مشاريع في البلاد. حاول المالكي التستر على الأوضاع العراقية بتقديم نفسه كرجل الإصلاح، وروجت الوسائل الإعلامية التابعة له لأدائه، واستخدمت لقب مختار العصر لربط الرجل بالقائد الشيعي التاريخي المختار الثقفي، لكن شعبيته اقتصرت على جماعته، بينما منحه مناوئوه ألقابا أخرى من أشهرها نوري تنكه. حاول نوري المالكي الفوز بولاية ثالثة، إلا أن مساعيه جوبهت بالرفض العام على كل المستويات. وباختفاء حماية المنصب أصبح المالكي مكشوفا أمام التسريبات المتتالية، فضيحة تلو الأخرى. فضائح المالكي منها المعلوم ومنها ما يتكشف كل فترة، فكان له نصيب واسع من تسريبات ويكيليكس من أصل 400,000 وثيقة سرية خاصة بالعراق، أظهرت إحداها دوره في تشكيل وإدارة فرق للقتل والتعذيب، والتي عملت تحت إشرافه المباشر، كما أنه أنشأ معتقلات خاصة تتبع لمكتب رئيس الوزراء بشكل مباشر بعيدا عن وزارة العدل المكلفة بإدارة السجون، احتجز بها أكثر من 100,000 سجين عراقي. خلال وجود المالكي في السلطة العراقية سقط نحو ثلث البلاد تحت سيطرة داعش، وكما يعهد عنه تهرب المالكي من تحمل مسؤوليات منصبه، فألقى بالتهم نحو السنة بتسهيل تسليم البلاد للتنظيم الإرهابي، إلا أن ما حدث على أرض الواقع كان مختلفا. يتحمل المالكي بشكل شخصي مسؤولية تسليم الموصل ثاني أكبر المدن العراقية لداعش، فتم الكشف عن تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية عليا أوصت بإحالته إلى القضاء العراقي باعتباره المتهم الرئيسي في تسليم المدينة دون قتال إلى تنظيم الدولة. لم يكن هذا الكشف مستغربا عن المالكي، خصوصا بعد فضيحة هروب قادة من داعش من سجن أبو غريب التي يتهم المالكي بالوقوف وراءها بالشراكة مع طهران، وحملت تبعات قاسية على زيادة النفوذ الإيراني العسكري في العراق. أراد المالكي خلق تلهية يخفي وراءها ما صنعه بإنشاء قوات الحشد الشعبي المسلحة وإعطائها صلاحيات واسعة على حساب الجيش النظامي، بحجة الوقوف بوجه تهديدات داعش لبغداد وأطرافها. ضمت القوات في صفوفها ميليشيات مشبوهة مثل منظمة بدر، إلا أنها سرعان ما تحولت ليد بطش ترتكب انتهاكات بحق المدنيين في عدة مدن.
تضمنت عمليات نهب وحرق وقتل في تكريت والفلوجة. وصدموا المجتمع العراقي بمقطع مصور لإعدام طفل عراقي وسحقه بالدبابة، وتسجيل يظهر حرق شاب عراقي في الأنبار. أما أحدث صراعاته فتتمثل بخلافه المتجدد مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، حيث زعم المالك في تسريبات ظهرت حديثا أنه جاهل ولا يفهم بالسياسة. أنا أعرفهم، أنا ضربتهم كلملة وضربتهم بالبصرة وضربتهم بالجبناء، الآن صاروا أجمل لأنه أيديهم صارت متروسة فيهم وفلوسهم اللي أكل الحرام وصير جمال. خيبات الأمل في المالك لم تقف عند فضائحه، بل تسببت أفعاله بأزمات دبلوماسية مع الدول. نفور دولي زاد من عزلة العراق. لم ينجح المالك خلال فترة حكمه بتأسيس علاقات متزنة خارجية، فحرم العراق من تحالفات إقليمية ودولية كان في أشد الحاجة إليها. فقد المالك ثقة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والذي أشار في برقية دبلوماسية مسربة أن المالك لديه مصداقية صغيرة، ووصفه بعميل إيراني لا يمكن الثقة به. نبعت عدم الثقة من فشل المالك بالالتزام بتعهداته التي قدمها للملك السعودي في وقت مبكر من توليه رئاسة الوزراء. فرفض العاهل السعودي توسلات الرئيس السابق جورج بوش للقاء المالكي. لم يكن الحال أفضل من ذلك مع الولايات المتحدة، حيث وجه المالك اتهامات إلى أمريكا حينما كان نائبا لرئيس الجمهورية بأنها استغلت داعش ذريعة للحفاظ على وجودها العسكري في العراق. اليوم لا يزال العراق يمر بأزمات سياسية حادة يستمر المالك فيها بالظهور كطرف ثابت، فكيف يواصل البقاء في الساحة السياسية العراقية رغم سجله الطويل من الملفات الجدلية؟